السلام عليكم. رمضان المبارك علينا وعلى كل العراقيين يا رب، إن شاء الله الأمن والأمان والصحة والسلامة على جميع أهلنا وناسنا بكل محافظاتنا العزيزة. اليوم حلقة من حلقات بعدنا بخير، إن شاء الله بعدنا بخير، ورب يحفظ كل أهلنا وناسنا في محافظة البصرة خاصة وكل العراق عامة. اليوم احنا جينا اصلا من مناشدة وصلت لنا، يعني بدها تعرض الحلقات وصلتنا مناشدة وجانا تليفون واهل الخير هواية. اليوم جايين نشوف حالة كلش خاصة، يعني صراحة انا قد ما سولفوا لي عليها يعني بس بالسوالف انا مصدومة. اذا راح نطب ونشوف هاي الحالة، شنو هاي الحالة، شنو اللي صاير بهاي العائلة، يعني فد مشكلة كلش كبيرة. وكل مرة نقول حلقة خاصة اللي هي الحلقات كلها خاصة، تعب قلبي يعني. تعرفون احنا يعني احنا عملنا في هذا البرنامج يعتمد على المناشدات اولا، وثانيا يعتمد على الناس الطيبة الخيرة اللي تكون بالنسبة لنا دليل نستدل من خلاله على العوائل المتعففة او المحتاجة او اللي عندهم مريض او اللي عندهم مشكلة، ف من خلال هاي الناس. ونتمنى انه الباقين اهلنا في البصرة العزيزة يحذون حذو، يعني هذول الشباب وهذول الرجال حتى من النساء يتصلون بينا. يعني عندنا شخص معانا اللي هو مخرج البرنامج محمد ابو عبد الله، لمدة تقريبا 15 يوم من الصبح لليل، يعني حتى قبل رمضان، انه عملنا خلية ازمة. هذه الخلية مهمتها انه بس تبحث على العوائل المحتاجة، يعني ما اخفي عليكم انه صادفتنا عوائل، لكن من الممكن انه حالات يعني حالتهم افضل من الباقين. ما رفضنا، لكن انه فضلنا انه العوائل المحتاجة اكثر يكون لهم النصيب الاكبر او الحظ الاوفر انه نوصلهم. اعزائي المشاهدين، اليوم مثل ما تشوفون انه حتى يعني مود الحلقة يعني رتيب او ما نقول حزين، ان شاء الله مو حزين، لكن الحالة خاصة جدا. والعائلة اللي ناجدتنا ورايحين لهم احنا حاليا بوضع صعب، نتمنى انه تبقون ويانا ونقول بعدنا بخير رغم كل شيء. خلينا نشوف العائلة. مستمرين وياكم اعزائي المشاهدين، ومن هذه الحلقه الاستثنائيه مثل ما قلنا، واليوم ضيوف عند بيت ابو بيت راشد. راشد انت؟ راشد طالب. طالب انت؟ طالب ابوي. ها بيت طالب ابو راشد. نعم راشد طالب. طالب خميس. رمضان مبارك عليكم. علينا وعليك. على كل العراقيين يا رب. على كل العراقيين ان شاء الله صحه والسلامه والامان ان شاء الله، والشفاء ان شاء الله لاخونا المريض ان شاء الله. راشد شنو الموضوع؟ موضوع عندنا اخوي مريض. يعني شنو مرضه؟ مرضه دوار مو بالدماغ، صارت عمليات بس فقد الوعي. وين سويت؟ هنا بالبصره؟ لا سويناها بيران. بيران؟ نعم بيران. اذا نجح العمليات ليش فقد الوعي؟ الأولى أول عملية نجحت تمام 100%، الثانية هم نجحت، الثالثة لا، صار براسه عفونة، كل ما يفتحون راسه يشيلون العفونة مالت الجراحة، هم يقولوا له عفونة، احنا نقولها جراحة، يشيلون الجراحة يقشطون الجراحة راسه، عملية ورا عملية عملية ورا عملية فقد الوعي. طيب ورا ذن العمليات اللي صارت بإيران راجعتوا بيه بعد؟ راجعني بيه نعم. هنا بالبصرة؟ بالبصرة نعم. راجعت بيه بالمستشفى التعليمي 3 أشهر وعشرين يوم أنا بالمستشفى التعليمي. هو راقد بالمستشفى؟ نعم. نعم راقد بالمستشفى. وبعدين؟ بعدين الدكاترة عايزوا قالوا خذ لي البيت أحسن. خذ لي أجهزة وخله بالبيت عندك. خذت الأجهزة وجبت بالبيت عندي. زين راشد هاي العمليات أكيد صرف وأدوية وعلاجات وتحاليل ورنين للرأس صح؟ صحيح.
نعم. من تكفل بهن؟ كل هنا أنا. أنا تكفلت بهن. عندي كان فلوس، قلنا لابني هذا البيت وهذا البيت الثاني ونعرسه. ذبيناهن على المستشفيات وظلنا قاعدين. يا مواليد هو؟ مواليد 87. صار رجد يعني على هاي نومته؟ صار لها السنة الثالثة. 3 سنوات؟ نعم صار لها 3 سنوات. زين. اكو مثلا الناس استشاريين واختصاص بهذا المجال اللي هم الدماغ والعمليات يعني الكبرى وهيك حالات مثل حالة اخوك، هو شو اسمه؟ عباس. مثل حالات عباس. ما قدرتوا انه تودون تقاريره لبغداد او تدزون تقارير لمستشفى اخرى باي دوله ثانيه؟ المواد ماكو. والله الواحد يعني يحمد رب العالمين 100 مرة على الصحة والعافية، لا فلوس تفيد ولا أي شيء يفيد ولا مشاكل ولا تعوقون أبوكم أمكم ولا تزعلون أخوانكم، ماكو أحسن من الصحة والعافية. شوفوا هاي العائلة شلون ابنهم صار له 3 سنوات فاقد الوعي، شوف حالهم. تعالوا خلينا نسولف ويا يا أمه. شلونك يا أم؟ لا هلا بك يا أم، الله يسلمك. الله يعافيك. الله يسلمك. الله يعافيك. الله يرضى. شو أسوي؟ شو أحكي حجي؟ شحت هذا انا انا من الايران. انت ايران؟ اي من ايران. ابو عراقي. ابو عراق. اي زين. لا صارش بالعراق من زمان. عبد الكريم قاسم من صحة الله بالعراق. انت هنا؟ انا عراقي. اي من ما ينطوني جنسيه لما ضام عراقي، ليش ما ينطوني جنسيه؟ جنسيه الطبيب اروح يقول لي وين جنسيتك؟ ما يداووني. ما عندك جنسيه سنتي؟ اي عندي اقامه. اقامه؟ اي اقامه 2 عندي مو واحد. خط المهر عندي موجود. اي ما ينطق. شو تريد من ساعتك؟ بشنو اريد؟ بس جنسيه، كل شيء ما اريد منكم. سلامتكم، طول عمركم، الله يرزقكم ويقوم هذا المريض لي ان شاء الله. اي هذا المريض كان لي انا نهار كله زين. يما شنو تردين؟ شنو اسوي لك؟ قالت يما خلبني حوش وحطاني أنا بالحجرة هذا. يما تقعد بالحجرة هذا، تعانى ابني وأختك هني بالهاي، هاي غرفة سواها لي. إلي وياي. إيه وياي. يما ليش تروحين منا منا؟ أقول يا يما أنتي حافتي زعيف. أقول لك يما أنتي يخليهم إليك، ما عندك بس عباس وراشد؟ لا فاضلة مندي. يا أخوي داوم بالحرس الوطني ببغداد المطار. إيه أخوك عندكم بس يداوم ببغداد. إيه أنتوا الثلاثة. نعم. إيه يخليكم ان شاء الله يحفظكم. انت شنو هم تعرض الحادث؟ لا انا بالصغر بيا رصعه اصاب بيا وامي قضتني وهيك صرت. شوفي ها ولاده يعني. اي ولاده. لا ورا ولاده صار. اي صرت هيك. ما شي شنو شبيها؟ امها لازمت مو. اي اي هذا صار حراري. اي هو وانا صبيها هو. اي بي هو همينا صراحه. اي هي سبي عنده شمره، هو مرات يشمر. اي هو ما يخلي احنا نقي هم الدكاتره يقول له شمره، احنا نقولها صرع. زين راشد يعني اكيد اكو تعليمات واكو واجبات كذا، هاي الناس الاختصاص اللي هم المجال الطبي الدكاتره قالوا انه ما يتحرك من مكانه لو عادي، مثلا اذا تم نقله لبغداد وعلاجه في بغداد او انه الكشف على حالته عادي لو يعني ما يصير يتحرك من مكانه؟ ما يحرك. لا عادي يتحرك. انا ساخذه كل شهر اوديه للمستشفى اسوي له مفراس واجيبه للبيت، والنوبه اخذ المفراس اوديه للدكتور اشوفه الدكتور عادي. يعني شلون تاخذه على عربانه يعني؟ لا مو عربانه، عندنا ولا صديق هنا عنده ابصم سياره ابصم وعندي سدية يعني مثل الإسعاف. اي اي اطبق الكشنات مالتها وشيله بالسدية اخليه منطول وراء. طيب ليش من تريد تاخذه؟ من تريد تاخذه المستشفى ما اتصل على إسعاف يجون ياخذونه ويرجعوهم؟ ما يجون. ليش؟ ما يجون. ما غير إسعاف غير اختصاصه ما هذا. ليش؟ شنو السبب؟ عندي كل من فلوس يعني. مرتين اجونا، مرة نقلونا من التعليمي للبيت، ومرة الثانية لا عندنا ولا صديق اجى خذاه وداه، قال بعد ما اقدر لان الاسعاف مالت الدوله
الورقه من الدكتور يلا اقدر. شنو اسعاف الا ورقه من الدكتور؟ هسه انا اتصل على اسعاف يعني عندي حاله طارئه مثلا اريد اخذ المستشفى يقولوا لي الا ورقه من الدكتور؟ ولهذا صار عندنا كثره وفيات وصار عندنا اخطاء طبيه وصار عندنا كوارث طبيه. شنو الا ورقه؟ اسعاف. هو انت اسمك اسعاف، تسعف مريض حالته طارئه، يجوز يعيش يجوز ما يعيش بثواني. هاي شغله هسه كورونا، كورونا من جت تخابر على اسعاف تجي، بس قبل كورونا ماكو اسعاف. ما تجي اسعاف. يعني المن مشغل الاسعاف؟ شو توزع بيها دليفري؟ انت مو مطعم، انت مستشفى، انت يسموكم ملائكه الرحمه. يا رحمه هاي، انت اسعاف. يعني تعرفون انتم باقي الدول حتى قاموا ما يستخدموا السيارات للحالات الطارئه؟ تعرفون انه في دول اوروبيه، حتى مو دول اوروبيه، بالامارات الله ان شاء الله يعمرها لهم ويحفظهم، بالامارات صارت اكو طياره طيران، شلون هاي الطياره الفلاي مال التصوير، طياره اذا حاله مستعجله يدزول المعدات وشغلات الطوارئ يعني الامور الاستطبابات طياره، ما يطول ثواني لان روح بشر عزيزه عندهم. شنو الا ورقه من الدكتور؟ والدكتور شلون راح يعرف انه هذا من ورقه؟ روحاني ابو علي الشيباني هو الدكتور؟ والله تحجون لخرس، تعبتونا كافي. هسه الناشد مسؤول ما يفيد، الناشد برلماني ما يفيد، الناشد وزير النوبه هسه تعال ناشد الاطباء والدوائر الصحيه. يا اخي ملائكه الرحمه يسموكم، يا ملائكه انتم. دكتور عيادات اهليه كل الكشفيه مالتهم من 50,000 وفوق، الصيدليه مالته بصف العياده. كافي بزعتونا كافي. الاسنان بالملايين. اول ما صارت كورونا بالعراق البلد الوحيد اللي صارت الكمامه بيه ب 50,000 وب 40,000. ايش بيكم؟ سيت كامل كرتون كامل ب 6,000 ب 7,000. هسه راح شوف الكرتون ماله بيش، تشوفوه فاي تشوفوه بالبلاستيك ب 4,000 انا ماخذه قبل كورونا. اعزائي المشاهدين خليكم ويانا ونروح فاصل ونرجع لكم. المشاهدين مثل ما تشوفون حالة عباس، طبعا حالة يعني توجع القلب، يعني ما نتمنى اي واحد يكون بهذا الموقف اولا، وثانيا نتمنى له الشفاء، وهذا اهم شيء. وشاب يعني بيك عمر في ليلة وضحاها اموره الصحية، ومثل ما تشوفون امه يعني اللهم يعطيها الصبر والصحة والسلامة والعافية، يعني مكسورة عليه وشاب وابنها ومن حقها، حتى انه تمارة جمال ما قدرت انه تدخل لهنا وتشوف هاي الحالة، لكن احنا يعني هذا واجبنا ومطلوب من عندنا انه يعني ننقل الصورة، خلي الناس تشوف، خلي العالم يشوف، خلي الناس الاختصاص او القائمين على الحكومه المحليه في محافظه البصره اللي ناشدهم متمثله بالسيد المحافظ اللي يعرف به هو متكفل باللجنه الطبيه المسؤوله عن الحالات الصعبه اللي تستوجب السفر خارج العراق. واقول لك اخوك عباس ابن محافظتك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
هذا برعايتك، وكلنا احنا برعاية رب العالمين. رب العالمين ان شاء الله يوفقك انه يساعد هذا الشاب وتفرح امه واخوته. يقول لك صارنا 3 سنوات الليل ما نامه، اللي عنده مريض بيوم بيومين الليل ما ينام. مش حاله 3 سنوات، 3 سنوات شاب من يعني مدد على هاي الحالة. راشد، نعم. أحد يبقى يمه، أحد مثلاً، نعم. من ينام، نعم. هو قلت لي إنه يتعرض النوبة الصرع، نعم. حتى بهاي الحالة، حتى بهاي الحالة، يعني حتى بهاي الحالة تجي نوبة الصرع، نعم. تجي له. يعني لازم واحد يكون 24 ساعة بحذر، إنه يقظ ما ينام، لأنه إذا واحد من هذا ما التنفس أو الطعام هاي الصوندة، إذا مثلا انفصلت أو نقول إحنا مثلا فلتت من خشمه، نعم، الذرة، نعم، هاي الصوندة مرات هو يجرها، مرات من ينام هنا أنا أغفى له هاي بعد تعبان، أجي من الشغل مرات تعبان، بس ألف راسي وينام هنا يمه أقفى مرات الصديق تأخذني النوم. طبعاً تقول الله يكون بعونكم، يعني شو صيرون حديد مثلاً؟ يظل يحرك بيده له هاي كذا الصوندة يشلحها، يشلحها يعني ما تقدر تطي دواء، لا تقدر تنطي طعام، لا تقدر تطي شيء. أكو ولد يجي منه مضمد يسحب من عنده دم، مختبر بالخصيب، يقول عمي الله يسعدك، يقول هاي الصوندة شلون تقدر تركبها؟ قلت له أنا أركبها بوحدي، تعلمت. يعني مرات ما ودي المستشفى، احطها انا هنا وعلى كيفي واثبتها له، والنوبه اعطي دواء اعطي طعام من عندها، لان هالصونده اذا فلتت وما اعطيته من عندها طعام يعني يموت. شلون يقدر ياكل؟ يعني مثل ما تشوفون راشد عايف عائلته واطفاله، وهذا اخوه يعني من حقه، هذا اخ. وهي المصيبة كبيرة، هي يم الأم يم الأخ، وهذا شاب يعني لا متزوج بعد بداية حياته. زينيدة ليش هيك هاي ايدي؟ هيك مرات هو شنج أعصابه، من يشنج عصابه يظل كاظن. انا مرات هاي الدلاكه، جهاز الدلاكه ادلكهن على مود يرخن، اي على مود يرخن، على مود اخليه يتحرك اعصابه. سبب النوم، انا ادري انه هيك حالات النوم لمده طويله سبب لمشاكل بالجسم، اكو بيوم يصير عنده تقرحات بالجسم، اكو بيوم حتى انه تاثر على مفاصله، لانه حركه ماكو، الدوره الدمويه ما تمشي بالجسم فتاثر على باقي اعضاء الجسم. نعم صحيح. يعني بقيت ما أشوف إنه طاور رجليه، يعني رجليه مطويات. يعني أنا دلاكة، يعني مرات أدلك الصبح ومرات أدلك العصر، عندنا جهاز هاد الدلاكة مال على الكهرباء، أدلك بيه. والتقرحات لا ألف الحمد لله والشكر، لأن هاد جهاز منفاخي، خليه جوا، ومرات أقلبه اليمين، مرات أقلبه على اليسرى، مرات أطلعه بالشمس، أفرش الأفراش برا وشيله وأودي برا على مود طق الشمس. حتى أول شيء يتعقم مهم فيتامينه، وبالنسبة لجسمه يتعقم جسمه، ولا يصير بتقرحات، ولا جسمه ينوكل مكرم السامع يخيس، يعني جسمه يخيس لا ما طق الشمس الجسم، كل شيء يصير. راشد عباس شاغل تفكيرك؟ أكيد. جاشلا. أمك تقول هو الناس اللي يمكم تقول إنه يعني هو قايم بالموضوع وحتى عايف عائلته. شنو تطلب الفروخ وتنايل كلها تجيب لهم، هو تجيب لهم. أقول لي يما يجيب لهم، يقول متأثرين عليه كلهم، يعني خواته أولاد أخته أولاد أخوه صغيرة صغار،
عمي يبي لي بايسكل راح ياب له وياه يشتغل. هو كان قايم بواجبهم. قايم جاني وما يقولوا لابوهم. هو كطح نام عندي بالليل. ليلة نام قاعد يبنون. نام قام. ليلة ثانية يا هم نام عندي بفراش فراشه ويا عندي يبوا يبنون هم. يا ليلة ما قام. أمالي وصاحوا عليه كلو يبقى قوم. قلت له عباس يقول ما أقدر أقوم مقرم. قال خليه صاحبه. قال والله خليه يزقط أشوف شلون مقرم. يتن يشاقه ويا من يوم يا شافه ماكو شالوها وقهر داري وقهر. شوفون مشاهدين الأعزاء أنه بطرق النفس يعني حتى موضوع العملية أثر على عيونه. إذا شوف يعني ماكو ما يشوف. خليكم ويانا ومن هاي الحالة المأساوية الصعبة ونشوف أحد من أصدقائه حضر للبيت من أصدقائه المقربين ونقول الله يعين أهله وعائلته ونتمنى أنه ما تروحون بعيد. خليكم ويانا ويا رب إن شاء الله بعدنا بخير. أعزائي المشاهدين رجعنا وياكم بهاي الحلقة اللي استثنائية وخاصة وقلبي موجوع يعني حتى ما أقدر لا أسأل لا أحكي إنه واحد قد عايش بنعمة وخير وما ينتبه لهاي الأشياء وإنه الصحة أهم من كل شيء. إحنا اليوم ويانا صديق عباس صديق نزار يعني راح يحكي لنا. مرحبا شلونك عين؟ مرحبا عين. شلون صحتك؟ الله يحفظك. من شو وقت أنت صديقة؟ هواي. شو صار لكم؟ يعني بسبع سنوات ثمانية. سبع سنوات ثمانية. إيش قد مشتاق له؟ قد نعمة الله. يعني أنتوا أصدقاء أسراركم وطبتكم وطلعتكم. هذا الشيء عباس ولا شاب خلوق. عباس اللي كانوا أهله تحت الصفر نقول بدأ يكونهم بدأ يعني هي أسسنهم في شيء. هاي حال البيت المالدة ولا شاب رجع عرس. نام ما قعد فجأة هيك فجأة ودينا الأطباء بالبوصلة يعني ما أعرف شو قلتش يقلتش زوجيه إن هاي حالته النفسية تعبانة وزوجوه لحد ما ودينا لإيران سوينا له عمليات. العمليات نجحن بإيران بس تعرفين حالتهم المادية تعبانة. فلوس البيت اللي كانوا على أساس يأسسها الزواجة خلاص بإيران خلصت فلوسها رجع للعراق ونام هاي النومة. يعني بإيران من سوينا العمليات الأول اثنين كان الناجحات 100% بحيث قعد طلب عطى التليفون يخابر أهله. نزار كل يوم تيجي تشوفه؟ لا بتعرفين أنا رجال يعني متزوج وعندي بيت ما أقدر أقدش كل يوم بس أتواصل وياهم. من تجي تمر عليه تسير يعني عليه شو تقول له؟ أقول الحمد لله أن أنا بنعمة من جاي أشوف هذا البشر قدامي هيجي. وإلا شو تحاكي؟ نحاكي عباس أقول يا الله أكو أمل برب العالمين. يعني ما نعرف يحس بينا ما يحس ما نعرف بهذا الشيء. عباس ولد خلوق وعباس اللي كون أهله من جاي قلت له شوفين بيتهم البرة وضعيتهم كلش تعبانة كانت لهم مناشدة يعني يردون يناشدون بها المحافظ البصرة كل شريف كل دكتور اللي عنده إنسانية بعض الأطباء اللي عندهم إنسانية لأن الأطباء صارت عندنا تجارة صح. فالناشد كل إنسان شريف لأن هذا أخوه اللي جاي شوفي هسه اللي طلع قدامك ما يعرف حتى يحكي بالكاميرا شنو اللي يريد يعني خابرني قال لي يا بكون أريدك تجي تحكي لأن تعب من أخوه تعب ثلاث سنوات هو وياه على هذا الشيء وجاي شوفين عباس هسه شوفينه نظيف ومرتب وكأنه اليوم طايح مريض. قاموا له بالواجب اخوته وما قصروا وياه. فاحنا نناشد الناس الخيره والناس اللي مثل اسعد العيداني محافظ البصره انه يباوع لهذا الشاب يباوع له بصوره انسانيه وابنه اريده بس يقعد لو يقعد مجرد بعربانه يعالجوا له مجرد يقعد بعربانه ويحس بنفسه ما اريد اكثر من هذا الشيء. هو العفو نزار هو يعني اللي ندري بيه مو شيء صعب يعني حتى مثلا مرات حالات إنسانية خارج نطاق البصرة خارج حدود البصرة من غير محافظات
من يجون لأنه يدرون بمحافظة البصرة أنه يتكفل هيك حالات، وحتى في يوم من الأيام أنه كانت اكو حالة من خارج البصرة من غير محافظة، فهنا الأصدقاء والإخوان اللي بالبصرة قالوا روح المحافظة البصرة وما يقصر، فهذا ابن محافظتك أولا وأخوك ويترجى العشم بيك إن شاء الله، وأنت ما تقصر ما يحتاج أي شيء، يعني حتى نحن اللي سمعناه من عندهم انه الغراض اللي جايبينها لهم والهدايا يقول ما محتاجين اي شيء، بس انه هذا الولد عباس يقوم بصحه وسلامه. واكو لجنه طبيه هي خاصه ب يعني حتى المشرف عليها السيد المحافظ محافظ البصره، هذه اللجنه انه الحالات المستعصيه بالسفر من الممكن انه اكو بروتوكول تعامل بين محافظه البصره ودول مثل الهند مثل ايران مثل باقي الدول لبنان او الدول الاوروبيه حسب الحاله. فانتم مناشده اهله مناشده صديقه سمعتوها، نتمنى انه ما تقصرون، وكل اهلنا وناسنا في محافظه البصره وكل المحافظات العراقيه نتمنى لكم رب العالمين يوفقكم انه تكونون على تواصل مع هاي العائله. احنا يعني بالنسبه لنا ما نعرف ايش نحكي، لكن اللي نقدر عليه نقدمه، احنا اليوم جينا وزحمناكم، لكن نقول انه هذا وجبة افطار وسلة غذائية من اخوكم صاحب مطعم الشايب كرار، مطعم الشايب اللي بالبصرة ساحة الطيران شارع الوفود، وسوبر ماركت المصطفى بادارة الاخ سامر اللي يكون في قرب فلكة العروس، ربي يوفقهم. واكو أجهزة مقدمة هدية من فاعل خير إلى عائلة أم راشد، إن شاء الله رب العالمين جزاه خير الجزاء ويحفظه ويوفق كل إنسان يساعد ويساهم ويتواصل مع الناس المتعففة. احنا نقول اللي بي خير يقدم رب العالمين، ونقول لكم انتظرونا بحلقة جديدة من بعدنا بخير ونبقى بخير رغم كل شيء، ويا رب إن شاء الله يديم المحبة وصلة الرحم بين العراقيين. تحياتنا للجميع، انتظرونا بحلقة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، ومستمرين إن شاء الله مع قافلة بعدنا بخير من خلال شاشة قناة زاغروس الفضائية. تحياتنا للجميع، في أمان الله.